مشاهدينا أهلا بكم في تغطية اقتصادية جديدة هنوضح لحضراتكم فيها أسعار الدولار والذهب عالميا ومحليا. ونبدأ بأسعار الدولار محليا اليوم والتي شهدت استقرار منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون بذلك مستقرا لمدة 55 يوما كاملة بدون تحرك عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه بنحو قرشين، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه بعدما كان 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه بعد 30.95 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين بنك مصر والبنك الأهلي المصري 30 جنيه و 75 قرشا للشراء مقابل 30 جنيه و85 قرشا للبيع. وقد أعلن البنك المركزي المصري في بيان له أمس ارتفاع الاحتياطية النقدية من العملات الأجنبية 104 ملايين دولار ليبلغ حوالي 34.551 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي مقارنة ب 34.447 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. وكانت قد توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2023 إلى حوالي 30 جنيها، فيما توقعت تقارير أخرى هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى 26 جنيها. كما كشفت وكالة رويترز في استطلاع رأي أجرته لمجموعة من خبراء الاقتصاد عن تراجع الدولار مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل إلى 26 جنيه و 24 قرشا مقابل 32.05 قروش، وهو أعلى سعر وصل إليه. أما عالميا فهبط الدولار بشكل قوي حسب المؤشر DXY والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية بحسب جريدة وول ستريت، وذلك على خلفية إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء. وسجل المؤشر 101.7 نقطة بعد ما كان 102.89 نقطة قبل أيام، 105.64 في مارس الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق مع نهاية العام الماضي. ونأتي لأسعار الذهب محلياً والتي استقرت خلال مستهل تعاملات اليوم بعد ارتفاعات عنيفة شهدتها خلال شهر إبريل الماضي بلغت حوالي 470 جنيهاً في الجرام الواحد. وعن أسعار الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآليات العرض والطلب، سجل سعر جرام الذهب عيار 24.3009 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22.755 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين عيار الذهب 2630 جنيها، بينما وصل جرام الذهب عيار 18 إلى 2254 جنيها. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14753 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12503 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 21040 جنيها، وبلغ سعر كيلو الذهب 3 ملايين جنيها. وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلى وسبائك الذهب. وتوقع ناجي فرج عضو شعبة الذهب في تصريحات صحفية تراجع ذهب عيار 21 إلى 2100 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع مقترحات الشعبة الجديدة لضبط سوق الذهب، أبرزها رفع الجمارك من الذهب حتى 150 جراما، وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار الذهب غير المنطقية هو الإقبال الشديد على شراء جنيهات الذهب والسبائك والمشغولات.
أما عالمياً فارتفعت أسعار الذهب عند سعر إغلاق البورصة العالمية أمس، مسجلة 2041 دولاراً، مستفيدة من الدولار الضعيف عقب رفع أسعار الفائدة. مشاهدينا، انتهت تغطيتنا الاقتصادية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.